هسه نجي طاقة الداخل يساوي طاقة الخارج. طاقة الداخل هنا شو يساوي؟ كيو هاي هاي داخل زائد دبليو هم شو يساوي؟ دبليو تربين زائد كيو لو تمام ولا هاي خارجات لأن خارجات هاي خارج ولا خارج؟ الأول على حرف الطاقة. هسه نشوف نجي كيو هاي ناقص كيو لو هاي شوف بالاتجاه ايش راح يساوي؟ دبليو توربين ناقص دبليو بوم تمام ولا تمام؟ دبليو توربين ناقص دبليو بوم واضح؟ دبليو تربين ناقص دبليو بوم قلنا هذا احنا اعطيناه مصطلح دبليو نيت الشغل الناتج الشغل الصافي نيت نيت فاذا دبليو نيت شو يساوي؟ كيو هاي ماينس كيو لو واضح من قانون فيرست لو ثيرموداينامكس من المخطط طاقات الداخلة يساوي طاقات الخارج نجي بالعبارة بهالمصطلح ايش راح نسوي هذا؟ كيو هاي ناقص كيو لو على كيو هاي تمام؟ مكان دبليو نيت شو خليه؟ خليه هاي ويساوي واحد ناقصا كيو لو على كيو هاي واضح؟ واضح؟ من المعادلة طلعنا واحد ناقصا كيو لو على كيو لا واضح؟ هاي المعادلة نستخدمها بكل كل المشتركة قانون قانون الثيرموداينامكس الأول الرسم هذا ذكر كل المشتركات مشترك وهذا القانون المذكرة سنجي بالتحديد نجي إلى قانون كارنوت سايكل كارنوت سايكل نعالج هاي النقطة هاي نقول كيو لو واحد ناقص الكمية اريد هسه نعالج هاي كيو لو على كيو هاي شو يساوي؟ كي ار على كي اتش كيو لو هاي تي 4 تي 4 ناقص تي 1 على تي 3 لا تي ار على كي اتش دلتا اس شو يساوي بالايزوفورما؟ يساوي ار دي لين بي 2 على بي 1 تمام؟ مو سي بي لا سي بي لا لا ناخذ هذا او القانون الثاني هاي احد القوانين بس هو القانون كلش يساوي دلتا اس سي في لين تي 2 على تي 1 بلس ار لين بي 2 على بي 1 هذا قانون عندكم استراتيجية لا عده عده من اول حرف تي 2 هذه شغله
نساوي اذا هذا يساوي صفر. فاذا دلتا اس يساوي ار لين في 2 على في 1. واضح مو؟ واضح؟ هسه نجي نطبق هذا القانون على كل الكارنات هذا يساوي ار لين في 3 على في 3 على ار لين في 3 على في 2 واضح؟ هذا على ثلاثة على واضح؟ واضح؟ هسه نجي في 4 على في 1 والفي 4 على في 1 شو يساوي؟ دلال؟ خلي نجي هنا في 4 على في 3 شو يساوي؟ ادواتك بروسس تي 3 على تي 4 وهذا شو يسوي؟ كي واضح؟ بالنسبة نجي إلى هذا في 2 في 1 طلع الدلالة تي واحد على تي اثنين وهذا يصير كي ناقص واحد. واضح؟ واضح؟ اريد اذا نرسم كارنوت سايكل بس قانون الأديوباتيك بروسس. قانون الأديوباتيك بروسس. نسبة الحجوم علاقة درجة الحرارة بنسبة الحجوم. هذا ماخذينه بالمرحلة الأولى. الأولى. فنجي هسه إلى نرسم. إذا أخذنا بخار ماء بالنسبة تياس بالنسبة للفام ازوتروبي شغل عمودي كيو ماب 2 3 كيو ان هذا بالنسبه للبويلر اكو اس 2 اكو من اس 1 لان اكو حراره البروسس هي حجم تغير فهذا من 2 الى 3 3 4 توربين كيو يساوي 0 بس العمودي 4-1 يصير كوندنسر حرارة اكو فقدان واضح بالنسبة للكارنوت سايكل نقدر نعالجه بطريقتين
اما طريقه تي اس كيو لو على كيو هاي بي لو على مثل هاي وهذا يمثلنا اس دلتا اس يساوي كيو على تي فكيو يساوي دلتا اس في تي عندنا هذا دلتا اس في تي في ارتفاع هذا راح يعطينا هاي المساحة دلتا اس في تي عندنا كيو تمام يلا القاعدة في الارتفاع هذا كيلو وهذا دلتا اس من هنا دلتا اس فإذا نخلي هنا فوق كيو لو على كيو هاي شو يساوي؟ مساحة هاي دلتا اس في دلتا اس في كيلو كيلو بس حد ارتفاع قاعدة في الارتفاع مساحة مستطيل واضح ولا في قد كيلو نجي للكيو هاي كيو هاي وين مسكن دلتا اس في تي هاي تي هاي ها تي هاي دلتا اس نفسه واضح واضح دلتا اس في تي هاي دلتا اس تروح وين دلتا اس يبقى بس تي هاي يبقى تي لو على تي هاي يعني كده مشتقة على مود طلع بيش هاي طريقة وهاي طريقة أن تختاروا يا طريقة تردون طريقة بسيطة يا طريقة بسيطة أما على طريقة نعمل فيها الأدوماتيك بروسيس وهم راح نوصل إلى واحد ناقص تي لو على تيها أو طريقة هذه هاي أسهل المساحة هاي دلتا اس في ارتفاع بين كيو ودلتا اس في ارتفاع العال بين تي هاي هاي ابسط انتم تختاروا بطريقه الترتيب بالنتيجه النتيجه النهائيه هذه ترمو في الشمسي يساوي واحد ناقص كيو لو على كيو هاي كيو لو على كيو هاي راح يساوي واحد ناقص تي لو على تي هاي ثيرمو فيشن شو يساوي واحد ناينس حرارة لو على تي هاي او وان ناقص كيو لو على كيو هاي هذا هو توصل قانون كارن هذا قانون كارن أو أور طريقة أخرى ترى ترمودانيا وعد مجموعة هاي أسهل طريقة اللي نحوه يعني أعتبر هذه هاي أسهل هاي سادم عدنا هاي بسيط هذا نهاية هذا نهاية نمسحها مساحة طريقتين سهلة أما طريقة الثالثة الفوليوم محولة إلى درجة حرارة وبعدين نمسح دلتا هاي فوق الأرضي ونشتغل بس دلتا اس بس عيد النهاية الله يخليك الصغير بالنسبة عدنا هذا رسم بالنسبة لما درجات الحرارة تساوي يعني احنا قاعد نشتغل بهذا الحقل هذا من اين؟ نمسح لك من جديد هذا درجة حرارة ثابتة كيو متغير ماي نجيب ماي 1 كيلو جرام ووتر ونحوله الى حرارة الى بخار لا
جابوا خام. جيبة درجة حرارة غليان ونبخرة إلى يوصل درجة حرارة غليان بخار 1 كيلوغرام. مجرد الحرارة راح تروح بالداخل. حرارة بالداخل. حرارة يسموها شنو؟ داخلية. حرارة إهن. حرارة داخل. حرارة تحويل. يحول لنا الماي إلى بخار. بعدين هذا الماي هذا البخار حوله الى سائل وهكذا الدوره تستمر. ماي الى بخار بخار الى سائل ونستفاد منها الطاقه الحراريه. هاي طاقه حراريه. هاي طاقه حراريه. سواء واضح هذا الهدف كل الفكره على ما هي دلتا اس. انت بالنسبه لك اريد نشوف كفاءه محرك. كفاءه المحرك شو يساوي؟ واحد ناقص كيو لو على كيو هاي. كيو لو لها قيمة مقدار. كيو هاي مقدار. كيو لو على كيو هاي راح الناتج نحصل على فد مقدار. واحد ناقص هالكمية هذا راح يعطينا كفاءة المحرك. ثيرمو افشنسي. دائما ثيرمو افشنسي راح يصير عندنا أقل من واحد. أقل من واحد، لأن واحد ناقص، ناقص في الكمية، سواء 70%، 60%، شو قال؟ المكان نجي المكان الحراري، هسه نجي شوف البرهنة، دوش إذا جاء أناليز أو ثرمودين ذا كارب سايكل، المفروض أنت تسوي له تحليل. ترسمون هذا الرسم؟ عندنا نقطة ما درجة حرارة غليان، هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى. بالنسبة للمكان الحراري راح يجي هنا ما يتبخر. ما يتبخر. مكان التبريد عكس عندنا هنا ماي دخل بالبويلر. عمل صار بخار. صار بخار. من واحد إلى اثنين. هذا واحد وهذا اثنين. دخل بالتوربين شغل التوربين قل درجة الحرارة واضح قل درجة الحرارة. هاي صارت درجة الحرارة. نزل نزل كير من 2 إلى 3 تمام. دخل بالتبريد بالكوندنسر هذا رجع رجع إلى المايك. بعدين استلمت المضخة دبع دبع الأعلى وهكذا راح تستمر الدورة شو تمام ولا لا؟ فمن واحد اثنين ثلاثة أربعة. هسه علينا أن نحسب كيو هاي وكيو لو. هذا شكل مستطيل لأن يعني هذا عمود وهذا عمود بيناتهم خطين. نجي نحسب كيو هاي. كيو هاي هاي المساحة هاي تساوي من هنا لهنا. مساحة وهي دلتا اس في هالارتفاع. واضح؟ الارتفاع يساوي تي هاي. هاي كيو بويلر. كيو كوندنسر. عندنا هاي القاعدة في هالارتفاع. ارتفاع تي لو. واضح؟ نجي إلى كيو لو على كيو هاي. دلتا اس في تي لو وعلى دلتا اس في تي هاي. دلتا اس ويا دلتا اس تقتصر لان قاعده مشتركات فيبقى عندنا تي لو على تي هاي. هسه واضح؟ واضح استنتاج معادله كارنو سايكل. فعندنا راح يصير عندنا ثيرمو افشنس كارنو سايكل 1 ناقص تي لو على تي هاي ويساوي 1 ناقص كيو لو على كيو هاي. والنسبة هذه ما تتجاوز 30%. بمعنى
70% من الطاقة الحرارية وراح تروح الشغل. 30% من الطاقة الحرارية استفاد بعدها بالمكان الحراري. 70% من الطاقة تروح ويست. واضح ولا؟ نعم؟ استفادة مو عالية. اي هاي مكان حراري، كل مكان حراري. وليش قلنا احنا قانون الثرموداينامكس مستحيل تحويل الحرارة كلها إلى شغل. إلى شغل. شغل تتحول إلى حرارة. سهولة تحول. بس انت حرارة تحول إلى شغل ما تقدر تحول كل طاقة حرارية. شنو السبب استاذ؟ جزء جزء. هاي هذا السبب هاي قاعد نبرهن عليه البرهان. قاعد نبرهن. بس واضح؟ واضح؟ نجي هسه الشغلة الثانية. استاذ نكمل هذا استاذ قبل كل شيء. حتى ما نضيع الوقت. نجي إلى عملية التبريد. نفس الدورة وبنفس الشكل بس الصورة بأسلوب تبريد. كارنو هاي السبب. كارنو. بعدنا بالكارنو. بعد ما دخلنا الأوتو. هذا ايش عندنا احنا؟ عندنا ماطور، عندنا شغل ميكانيكي، ماطور يشتغل. نحول هذا الماطور الى اما تبريد او تدفئة. اذا اريد تبريد فهذا التبريد ايفابوريتر. استفاد ايفابوريتر يعني هاي الفريز مال الثلاجة. فريز مال الثلاجة هذا تطلع. فريز مال الثلاجة هذا فيولو. فنشتغل على طريقة تحويل شغل الكمبريسر ويا كيولو. شوف النسبة هاي شقد يساوي. ف بالمكان الحراري عندنا ثرمو افشنس عامل حرارة. بالتبريد عندنا سي او بي كوفيشنت او بيرفورمانس نسبة الإنجاز. قلت إنجاز إنجاز. فش يساوي هذا؟ عندنا هذا دبليو كومبريسر. دكتور هاي مو رايتن هاي؟ نعم هذا كارنوت. سي او بي شو يساوي؟ دبليو كومبريسر. اريد احول هذا الشغل الميكانيكي، الشغل الميكانيكي اريد احوله الى تبريد الثلاجه. فش نخلي فوق هنا؟ كيو هاي يولو. يولو يعني الثلاجه. هسه واضح؟ واضح. بنفس الطريقه عندنا هذا كيولو وهذا يساوي كيو هاي ناقص الكيولو ويساوي واحد على كيو هاي على كيولو ناقص. هسه واضح؟ يعني مقلوبة؟ بنفس الطريقة كانو سايكل كيولو على كيو هاي يساوي كنسبة كيلو على تيتا. واضح مو؟ مشتقة نفس الاشتقاء نفس المعادلة طلعنا قبل شوية كيولو على كيو هاي ايش يساوي؟ كيلو على تي هاي. هسا احنا هاي المعادلة
نحولها دلالة درجات الحرارة ويساوي دلتا تي واحد على تي هاي على تي لو ناقص واحد طلعت استنتجنا المعادلة مال نصف الثلاجة اشتركت استاذ هاي وي رانتين نعم هاي ريفريجريشن سيستم بالنسبة للريفريجريشن سيستم المعامل القياس كفاءة المحرك كفاءة السيستم تكون تبريد وهو سي او بي دكتور انا هاي هارد سي او بي هذا الدور العام خلينا نروح للمشترك للراكب اي مخرج بس اخذها سو حتى نقارنها ويا بقيه الدورات كارنو Q high. واضح؟ هسه نجي نشوف هذه مقارنة ويا الهيت انجن شنو العلاقة؟ من يقول العلاقة؟ نجي لازم نسوي علاقة مقلوب صحيح مقلوب ترمو بشرسي قلنا احنا اقل من واحد اذا هذه شو يساوي اكبر من واحد كل حالات سي او بي بالنسبة الى هيت بومب اكبر من واحد 10 11 12 سنتي واضح اكبر لان معكوس الترمو بشرسي عندنا ما هي علاقة بين سي او بي هيت بومب ويا ريفريجريشن شوف هذه ناقص هذه يساوي واحد اذا نقصنا هذه من هذه شو يساوي واحد ناقص شنو الدليل هذه كيو هاي على دبليو كومبريسر ناقص كيو لو على دبليو كومبريسر شو يساوي كيو هاي ناقصا يولو وهذه تطلع يساوي واحد. هسه نجي اخوان هل هي هاي دوره حقيقيه؟ مثاليه ودائما ترمض الشمسي مال كارنو سايكل اعلى من الحقيقه دائما اعلى لان هاي مثاليه واصله للتوب فهذه مثاليه تستخدم كارنو سايكل للتبريد دورة التدفئة والمكان الحرارية في جميع أنواع بالشرط تي هاي شروط تي بويلر الان والاوت مساويات الشرط الثاني تي كومبريسر الان والاوت مساويات هذا يبدا يساوي لما نشتغل على الكير هنا كيو متغير كيو ثابت شرط من الشروط ان نكون نشتغل على متى ما اشتغلنا على الكير وصلنا هذا كان مشاكل بعد وين الشغل احنا قلنا هيت سورس شنو معنى هيت سورس؟ قلنا
ما يجي داول بجد كيو تطيش قد ما بطي كيو تستلم الكيو من عندك بديس بس ترسل حار تاشف أول غرفة هذه إذا جبنا قطعة حديد لنا بغرفة هي غرفة أول غرفة ميتة كمية سمى هاي المصادر دي ستوكس فإذا استخدمنا بالمكائن كار فرن غفران فرنس صافي فرنس صرتي حرارة كمية حرارة بس درجة حرارة مغيرة شعلة ما تغير مثل ما تغير شعلة الحرارة فإذا توجد مصادر حرارية تسميها هاي المصادر هيت صوت ومنها هذا مثلا مصادر مش واضح؟ واضح ولا لا؟ فإذا ماكو سؤال أقعد أمثلة بعدين أحلها بالنسبة هيت انجين وهيت بامب وهيت